السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، نحن اليوم في ضيافه وزاره الصحه في قسم جدا مهم، خاصه لاصحاب الحالات الحرجه التي تستدعي السفر خارج العراق، وايضا تستدعي الى وجود كوادر طبية من خارج العراق في مستشفيات بغداد. هذا ليس تقليل من شأن الأطباء العراقيين، ولكن هذا بروتوكول عالمي للتعاون. اليوم نحن في قسم كما ذكرت جدا مهم في وزارة الصحة، هو قسم الاستقدام والإخلاء الطبي في هذه الوزارة. رئيس القسم الدكتور أحمد الطبطبائي، حديثا ولكن له خبرة طويلة في هذا المجال. نرحب بك أجمل ترحيب دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك دكتور حازم، شرف. شكرا لكرم الدعوة وشكرا لهذا البرنامج المهم اللي يركز على قضايا جدا جدا مهمة تخدم المواطن بصورة أساسية وتخدم المجتمع بصورة عامة. أحسنتم دكتور، سمعت بك بأنه حديثا استلمت هذا رئاسة القسم، والآن ما صار لك هواية، جيت من لندن. فياريت أولا تعرف على يعني كيف استلمت هذا القسم، وهل لديك خبرة في هذا القسم أم لا، حتى يعرف المواطن من هو دكتور أحمد الطبطبائي. بالضبط. طبعا قسم أنا سابقا عملت في مؤسسات مختلفة، ضمنها هي رئاسة الوزراء في هيئة الحشد، و بعض المؤسسات الخدمية على برامج الإخلاء والاستقدام الطبي. لدينا طموح كان كبير أنه تنمية هذا القطاع في العراق بصورة عامة. عفوا دكتور، من أي سنة؟ بديت من سنة 2016 تقريبا، اختصاصي باطنية، اشتغلت في مركز قلب النجف اللي هو من أول المراكز اللي اعتمدت للاستقدام والإخلاء الطبي، وكانت على احتكاك كبير مع الوفود الأجنبية القادمة واستخدامها، وكذلك مع التسفيرات باعتبار أنه أغلب المرضى اللي يسافرون هم مرضى القلب. طبعا. فبلشنا بهذا المشروع بهدف أنه تنمية هذا المشروع بالعراق، لما نمتلكه بالعراق من إمكانيات، من قدرات، من إمكانيات بشرية، أطباء مميزين. وكما تفضلت حضرتك انه مشروع الاستقدام والاخلاء الطبي هو مشروع عالمي وليس محلي. شوف الان اغلب الدول الان الموجوده حتى اللي هي متطوره جدا تعتمد عليه، لانه انا اعتبره هو برنامج صحي للنظام الصحي، يساعدك على كثير من الامور، يساعدك على انه انت تشارك الخبرات، تدمج الخبرات، تطور المهارات الموجوده، تستفاد من التجارب الموجوده في دول ثانيه، تشخص الثغرات اللي عندك في البلد في النظام الصحي الموجود عندك، باعتبار تعرف احنا اليوم نعتمد على نظام علمي بكل التعامل مع الحالات، لكن الحالات مو كل مشابهة، كل دولة تعتمد بنظام بروتوكول خاص بنظامها الصحي. لذلك احنا لابد انه تكون هالمشاركة، لابد يكون هالورش العمل، لابد يكون هالمشاركة الخبرات، استخدام وارسال وتدريب ومتابعة. يمكن احنا بالفتره الاخيره شويه بدا صار اكو في التوجه عند المرضى للسفر خارج العراق باعتبار انه للطموح الى خدمات افضل، لكن هو حقيقه احنا عندنا بالعراق خدمات جدا مميزه، كان واجبنا انه نسعى بها على مود ننميها، على مود نظهرها. لذلك اشتغلنا في هذا البرنامج من سنه 2016 مثل ما قلت لكم انه مؤسسات مختلفه. تمام. واشتغلنا كذلك على مستوى اقليمي مع بعض الدول، مع بعض المنظمات، طبعا لابراز وجه العراق يعني مو بصوره شخصيه. والحمد لله انه رب العالمين ساق الامر لانه صار انه يعني الموضوع بشكل رسمي في وزاره الصحه العراقيه قريبا بدعوه من معالي وزير الصحه الدكتور صالح الحسناوي، لما لمس من برنامج طرحناه وايضا معاليه اقتنع به. هذا البرنامج الطموح دكتور يعني هل ممكن ان يرى النور قريبا؟ ان شاء الله ان شاء الله. احنا صراحه يعني حتى ما ابخس حق احد، جميع الاخوه اللي عملوا في قسم الاستقدام والاخلاء الطبي
كل واحد ترك البصمة الخاصة مالته، لذلك احنا الآن دا نستكمل مسيرة وليس انه يعني بناء من الصفر، لأنه كل احد كان عنده فد لمسة، كان عنده فد بصمة تركها على مستوى الإمكانيات اللي كانت متوفرة، خصوصا العمل في هيش مجالات هذا جهد تكاملي وليس جهد انه يبدأ من الصفر. تعرف لازم انت توقع بأخطاء، لازم تمر في مراحل، كل مرحلة سلم مرحلة قبلها. ولا يخفى طبعا انه دور الموظفين خصوصا موظفي وزارة الصحة وموظفي القسم بالذات، يعني صراحة لقيت مجاهدين، لقيت ناس فعلا عندهم نفس الجهاد، ناس عندهم نفس انه للتقديم خدمة المرضى، تقديم مصلحة المرضى، هذا كلها تحس انه هاي مقاومات تشجع على انتاج، تشجع على انه تطور العمل، تخلق فرص جديدة. نعرف الفرص تنخلق يوم بين يوم ويوم، العالم فيه تطور مستمر، تستلم من اللي قبلك وتسلم اللي بعدك، يكون السلم انه انت مواكب تطور وليس في نفس النقطة اللي استلمت منها. وان شاء الله احنا هذا طموحنا، طبعا طموحنا هذا بالعمل، طموحنا بالانتاج، طموحنا أحسنت. بالوصول الى ان شاء الله. احسنتم، وهذا دائما ما نقول بدنا نعتمد على الطاقات الشبابية ان شاء الله. ففعلا انت شاب طموح دكتور، ودا اشوف بانه المستقبل بعيونك يعني امانة. والمما يعني استوقفني حديثك بصراحة، جزء من حديثك استوقفني على قضية جدا مهمة. يقال كل أمة تجي تلعن الأمة اللي قبلها. بالضبط. أنت الوحيد هسه أمانة يعني، حتى يعني ما يخفى على الجميع، كل مسؤولين عندها أصلاً أغلبيتهم يقول بأنه جينا ولقينا بنى تحتية صفر، وفعلاً ترى أكو بنى تحتية صفر، لكن ماكو واحد قال مثلاً لقينا أكو تأسيس صح في مجال معين على في منطقة معينة. أنت الوحيد اللي قلت أكو هناك بصمات تركوها اللي قبلي وراح أسس عليها، ما أبدأ من الصفر. أحييك طبعا دكتور أحمد جداً. على هذا الموضوع، هذا واقع، وأحسنتم فعلا أحسنتم. زين دكتور، طبيعة قسمكم شنو طبيعته؟ طبيعة عمل قسم حتى أفتح اتصالات مع قسم الاستخدام والإخلاء، هو أنت تعد فد بيئة مناسبة ومستشفيات جيدة خارج العراق تستقبل مرضاك بالحالات الخاصة اللي تحتاج بعد ما شخصها انه تحتاج العلاج خارج العراق، وبنفس الوقت تحاول تستقدم كوادر طبية أجنبية من مختلف الدول بمختلف الاختصاصات، وخصوصا الاختصاصات النادرة اللي الآن مثل بالعراق ما بيها دراسات، ما بيها انه في التوجه قوي بيها، تحاول تجيب هذا الكادر يشتغل بالعراق لأسباب. أول أنه حتى تعد كوادر جديدة إن شاء الله بعد ما ينفتح على اختصاص أو ينمو أنت سابقة بخطوة مأهل كوادرك، يعني مو فقط يسوي علاج مثلا مستشفى ابن سينا عندنا مرض مثلا شيء معين من الأمراض، نوع من الأمراض، ما مو غلط فقط أشفي المريض وأطلع، ممكن أجيب كادر طبي يعني يسوي معايشة. بالضبط، هي هذه الفكرة من استخدام هذه الفكرة الخاطئة، أنه الناس تفكر أنا جايب كادر أعالج. إحنا عندنا من الأطباء ومن الأخوة والزملاء وحتى من الكوادر جميع كوادر الصحية ما يقدم خدمات مميزة، لكن فكرة الاستخدام هو فكرة أنه مثل ما قلت لكم بداية الحلقة، أنه هذه فكرة أنه أنا أتكامل بمستشفياتي، أستفاد من خبراتهم تجاربهم. اليوم مثلا اكو دوله من الدول عندها هذا المرض مثلا بكثره، هذا يزور الناس بكثره، تعدادها كثير، لذلك حالات عدد تكون كثيره، فانا استفاد من خبرتهم، لانه الشغل الطبي هو شغل مهاري يعتمد على الجانب الفني، يعتمد على الجانب التطبيقي، يعتمد على انه الفكر مال الطبيب، كثره الحالات اللي يشوفها، الممارسه اللي تنمي الايد، لذلك انا استفاد منهم. فواحدة من أهم الشروط اللي موجودة هي في قسمنا هي قضية تدريب الكوادر، قضية إعداد كادر ساند طبعا، وتوجيه معالي الوزير أنه لازم نعد هذه الكوادر مالتنا، أنه بعد سنة سنتين نكون إحنا عندنا كوادر مستعدة تشتغل بذاتها، بحيث الكادر اللي يكون مستخدم أسا ما أقول كادر مشرف، لا يكون كادر فقط ساند، هم يصيرون الساند وإحنا نكون الكادر الرئيسي لتنمية هذا المشروع، خصوصا مشروع الاستخدام. يمكن دولة رئيس الوزراء طرحها بافتتاح السياب، مستشفى السياب، قال احنا انا اواعد الشعب انه قريبا
بعد ما يسافرون يتعالجون هنا. صح. وأنا يعني على وعد دولة رئيس الوزراء وعلى توجيه معالي وزير الصحة، أنا وعد الشعب إن شاء الله أنه الدول الباقية راح تجي تتعالج هنا، لما عدنا من تكامل، لما عدنا من إمكانيات موجودة بالعراق إن شاء الله. ممتاز، هذا شيء إيجابي يدعو إلى التفاؤل بصراحة. الله دكتور إن شاء الله، جزاكم الله خير، اليوم حلقتنا كلها تفاؤل إن شاء الله. إن شاء الله بوجودكم دكتور، الله يحفظكم دكتورنا في دول عينك. دكتور كل تأكيد يعني هسه أنا كمواطن عندي حالة مثلا خاصة هذول الأطفال الشلة الرباعي، بلي يمكن ما هنا علاجه شوية صعب أعتقد، بلي فالدولة راح تدزني على خارج العراق، شنو أنا كمواطن شو أسوي حتى أقدر يعني أسوي إخلاط بالابني؟ يعني يا ريت المخرج أن ينزلنا أرقام التلفونات إذا من يحب وفق هاي المعايير اللي راح يتفضل بها الدكتور يتصل واحنا نكون بخدمتكم. يسمع منكم دكتور احمد الطبائي، تفضل دكتور. احنا بالنسبه لنا في اساس عمل الاخلاء والاستقدام انه اولا لازم يكون قضيه الحاله المرضيه انه تكون قابله للشفاء وقابله للاستفاده. تعرف انت اكو بعض الحالات للاسف يعني عالميا ما واصلين الى انه علاجها او شفائها، فلذلك هذا يكون مو من المنصف انه احنا مثلا نجي مثل الدزه لبرا، هو هم هو تعذب تخليه انه بدين هناك وبسلسله علاجات طويله يكون هو سلعه، فاحنا لذلك نركز على الحالات المرضيه اللي تستفاد من العلاج واللي يكون استهدافها شافي. لذلك حتى يكون اكو جدوى من انه انا اتعب المريض من اسفره واتعب عائلته، واحنا ما نتعب، احنا هذا واجبنا، لكن هو خطيه من يكون هناك لفترات طويله ويشوف نفسه ماكو انتاج، واحنا مثل نعرف باعتبار انه هذا شغل علمي مقر عالميا انه هذا له شفاء هذا ما له شفاء. فلذلك احنا نركز على الحالات القابله للشفاء بالهدف الاول. نجي القضية الثانية، قضية انه كيف وصلنا، احنا ابوابنا مفتوحة، نستقبل من كل محافظات كل مريض بعد ما ينعرض على طبيبه الخاص، تبدأ من طبيبه الخاص ويقول له مثل هذا علاجك ما موجود، بس ممكن لك علاج خارج العراق. واذا هو عنده خبرة في علاج ممكن هم يذكر في تقرير انه علاجه موجود في فلان مكان. يصعد انه احنا عندنا لجان طبيه موجوده في وزاره الصحه بالاخص قسم الاستخدام والاخلاء الطبي، لجان طبيه مهمتها مواكبه التطور، تشوف انه بالعالم هذا وين واصلين على على لسته من الامراض اللي هن احنا نعتبرها شافيه واللي هي داخل ضوابطنا قابله للاخلاء والاستخدام الطبي. ينعرض عليهم يدققون الحاله يشوفوها يراسلون المستشفيات اللي متعاقده ويانا اللي هي طارح انه انا ممكن اعالج هالحاله، بعد ما تكون رؤيه توافقيه مننا راح نبلغ المي. طبعا هذه مو عمليه معقده، لا هي عمليه كلها تدار يمكن بيوم واحد او يمكن نص يوم، مرات تاخذ تبلغ انه هذه الحاله قابل للشفاء او ما قابل للشفاء. اذا كانت قابل للشفاء وتستفاد من الاخلاء وتستفاد من الاستقدام وتستفاد من الاجراءات اللي متخذه راح نبلش باجراءاتها، يتحول علينا القسم من لجنتنا الطبيه يتحول للقسم، يدخل النظام الالكتروني، ندخل احنا بعد موظفينه يبدون يكملون معاملته اجراءاته الطبيه، اذا اكو نقص فحوصات يسوي له نقص فحوصات، ياخذون الكلف من المستشفى مالته ويعدل السفر، اذا كان الاستخدام يضع ضمن قائمه. واحنا الان الحمد لله قضايا الاستخدام صارت تقريبا بهالوقت صارت عندنا مستمره، قبل كانت تجي وجبات لفتره والسافر، لا الان احنا صارت عندنا مستمره على طول السنه، احنا عندنا استخدام حسب بلي توجيه المعالي انه لابد يكون التوجه الاساسي للاستخدام احتواء المرضى، احتواء العمله الصعبه داخل البلد، الدعم باتجاهها. فلذلك احنا بلشنا نسوي بقضيه انه التعاقد المباشر مع الاطباء، طبيب كل الجنسيات، كل الجنسيات مع كل الدول عندنا. عندنا الان كادر من امريكا، عندنا كادر من روسيا، عندنا كادر موجود هندي، تقريبا من كل الدول احنا موجوده، بهدف تنمية هذا المشروع، بهدف أنه مثل ما قلنا مستشفياتنا ما أقول ما متكاملة، بالعكس مستشفياتنا اليوم مجهزة بأفضل التجهيزات، لكن مهم أنه نشوف وين أكو ثغرات، شنو اللي نحتاج نستفاد منها ندعمها. دكتور بالاستخدام أكو نتائج ملموسة؟ بالضبط، نتائج عندنا جيدة كلش، والدليل على أنه آخر معسكر اللي صار، إحنا الاستخدام نسميه معسكر استخدام، اخر معسكر اللي صار فيه مستشفى ابن البيطار وكما اعلنت عنه وزاره الصحه والسيد الوزير ايضا اعلن عنه، كانت نسبه نجاحها 100%، ما شاء الله 52 حاله كلهم نسبه نجاحهم ولا حاله وفاه عندنا، ما شاء الله
عالجنا تقريبا 52 حاله في مستشفى ابن البيطار. واليوم عندنا بالحله، عندنا بالنجف، عندنا في كربلاء، في مستشفيات العتبات، في كل مكان احنا عندنا ايضا نفس الفرق. لا لا، فرق مختلفه من جنسيات بس مختلفة، كل المحافظات بس كلهم مقيمين على مستوى عالي من اللجان الاستشاريه، مستحصلين على موافقات الخاصه، مستوفين شروط العمل في العراق، لان احنا اللي نجيبه مو اي واحد نجيبه، لابد نجيب على اعلى مستوى، باعتبار انا قلت لكم انه اطباء الموجودين عندنا اطباء جيدين جدا. لذلك لازم يشارك خبره مع مساوي او نوعا ما شويه اعلى، على الاقل حتى يستفادون من فرق الخبره وفرق الامكانيات اللي سبقتنا بها سابقا. جيد دكتور، يعني فقط في بغداد وبكل المحافظات؟ احنا تقريبا الان عندنا في اغلب المحافظات، نطمح الى نصل الى كل المحافظات. عندنا بغداد، عندنا الحله، عندنا كربلاء، عندنا النجف، كله باستخدام، كل هذا باستخدام. ده نحاول نوصل البصرة، الناصرية عندنا بها استخدام، العمارة استخدمنا فيها فترة، مركز القلب قصدك، مركز قلب الناصرية كذلك، ومركز أورام الناصرية، اثنيناتهم بهن استخدام. اشتغلنا أيضا الأورام بالعمارة، قريبا إن شاء الله البصرة تضاف، وطموحنا إن شاء الله قريبا، يعني قريبا احنا القريب مالتنا كلش قريب ان شاء الله خلال يعني الشهرين القادمات ان شاء الله في كل محافظه احنا عندنا برامج استخدام. انا عملت على كل محافظات، قلت لهم انه باعتبار اهل مكه ادرى بشعابها، فطلبت من الساده المدراء العامين انه اي جهه عندكم او مؤسسه تحسون انه هذه مؤهل للاستخدام او في طريقها انه تستضيف استخدام، انا مستعد نجي نكاملها ونسوي لها زياره وفحص، ونحاول ندفع باتجاه تكاملها ونفتحها لمنفذ من منافذ الاستخدام الطبي بالعراق. جيد، اذا انا بخلي سؤال طبعا بحله يعني بالاخير، لكن هسه بما انه تحدثت عن الاستخدام جناب الدكتور حسيلك هذا السؤال، هل البنى التحتيه بالعراقيه قادره على استضافه هذه الكوادر؟ قادره على ان خلص بعد ما تحتاج الى خارج العراق، خلص في داخل العراق مثل ما تفضل دوله رئيس الوزراء وأكدها مع الوزير، وأنت أيضا أثنيت على هذا الموضوع وقلت أنا أتعهد. صحيح. يعني هل هناك بنى تحتية جاهزة؟ صدقني أنا أقولها وبملء الفم، بنى التحتية اللي عندنا يمكن إحنا سابقين حتى بعض دول أوروبا. الإمكانيات اللي عندنا من شراء الأجهزة والمستلزمات يعني حتى المستلزمات البسيطة، المستلزمات النبيذة، المستلزمات الاستعمال مرة واحدة اللي نستخدمها، احنا سابقين بعض الدول حتى في اوروبا موجوده. يعني الاجهزه اللي احنا عندنا، شوف الان اطول عمر جهاز يمكن 5 سنوات، بينما احنا اكو بعض الدول الاوروبيه الجهاز 15 سنه وتوصينه وتعيده كانه مستاجرته، بحيث هي تعمل على انه اعادته وصيانته وبهالطريقه هذه. بينما احنا لا، احنا اكثر اجهزتنا حديثه. يمكن الان اذا ازور بعض المستشفيات الحكوميه وكذلك حتى الاهليه وكذلك مستشفيات العتبات هماتين اركز عليها، الزور عندهم أجهزة إنتاجها 2022-2023 على أعلى مستوى، على أعلى مواصفات مشترين. يعني شوف كلفة الجهاز يمكن كلفة موازنة الدولة، ثق يعني شي مشترين. بس وين الفكرة؟ الفكرة أنه لازم تسوق بشكل صحيح، توظف بشكل صحيح، توصل المواطن أنه حتى يفتهمها بشكل صحيح. إحنا اليوم فكرة المواطن أنه المؤسسات الحكومية نوعا ما والمؤسسات حتى الأهلية يحسها يعني مثل فشي مخيف بالنسبة له، غامض، لكن وبالحقيقة يعني هي كلش واضحة، لكن شنو تحتاج؟ تنظيم وتسويق وبرنامج روتيني يبين هالسهولة هذه الموجودة بيها، حتى لا تروح الجهود هدر. يمكن اليوم هواي من الناس اللي تراجع ما تحتاج العلاج الطبي، لكن تراجع لهدف المراجعة، فهذا راح يكون هدر بالطاقة. فشوف المؤسسة الصحية بدأت تستهلك، ليش؟ انه هي ملزمة بتعالج الكل موجودين. ما ممكن شخص يجيك تقول له انت ما اقدر اعالجك، صح، مجبر على الكل. فلذلك هي ايضا هي فالدعوة من الدعوات انه خيكون انه نوع البحث عن العلاج بالبحث بالصدق اللي محتاج العلاج، وليس انه بغرض فقط المراجعة. وابواب هي مفتوحة، المؤسسات الحكومية مفتوحة، الاهلية مفتوحة، المستشفيات الباقية للجهات الخاصة والخدمية ايضا مفتوحة. دكتور احمد مهند يحكي ويقول متوفر كل شيء، لا هو يتحدث دكتور احمد فقط على الاجهزة الطبية، خلينا نكون واقعيين، الاجهزة اما مقابلها الادوية كذا، فهذا فقر كبير جدا في المستشفيات، وهذا واضح عين الشمس. بالضبط، يعني المواطن اللي يروح ماكو عندهم بس براستول فلو اوت كذا، والبقية تجيبها من خارج المستشفى،
هاي طامة كبرى. الآن أعتقد الوزارة تعمل على هذا بالضبط، صناعة الدوائية، صناعة الدوائية، تجهيز نوعا ما أنه بعض الأدوية اللي منقذة للحياة، الأدوية الأساسية أيضا بدأت تتوفر، يعني اليوم الآن موجودة. أنا أحكي يعني مثل ما فضل يعني على مستوى الأجهزة بصورة عامة، والدليل على أنه تشوف اليوم إحنا ماكو دول محافظة ما بيها مفراس، صح. ماكو محافظة ما بيها رنين، صح. هناك بعض الدول كل 3 محافظات برنين، بس انت شوف الان هسه قد انه السرى مال الرنين. ليش؟ لانه انت تدري اغلب اللي يروحوا للرنين هو يريد يسوي الرنين، يعني انا هذا الملامه. والحمد لله يعني هي مثل ما قلت لكم حتى بالتسكان بالضبط، يعني انا اتذكر بال 2017 ما كان بالعراق، ما كان بالعراق اصلا بالتسكان، كنا نروح اما لبنان او الجمهوريه الاسلاميه او تركيا بالضبط، وهذا اموال خارج العراق تطلع عملة صعبة. الآن احنا اصلا عندنا قضية مشكلة بالعملة الصعبة وبالدولار، السعر 3 أضعاف، السعر 3 أضعاف هناك 1200 دولار بلبنان تسوي، بالهند 500 دولار تسوي، هسه موجودة اعتقد بالبصرة موجودة، وفي بغداد موجودة، نجف موجود بيها، حتى بالاهلي موجودة، نجف أصبح موجود بالاهلي موجود، الموصل الان راح يصير بيها واحد، على قولتها ان العافية تدارج شوي شوي بالضبط. احنا قلنا جهد تكامل، احنا صح. خرجنا من يعني سنين كانت هي تراكم، واحنا عندنا كنا نراوح في مكاننا. لا تنسى الازمات اللي مرت حتى بعد التحرير، ايضا ازمات احنا بقينا نعيش في ازمات، هذه كلها هذه مؤثره، اللي عايش الازمات يحس انه ايش قد مؤثره. تمام. انت اليوم ميزانيتك هي تقريبا محدده على الدوله، ما تقدر تفتحها بصوره مطلقه، لكن انت تحتاج تشتغل. تستخدم الاسئله دكتور اسف لا بالعكس وفعلا يعني هل اثرت تاخر قرار الموازنه على عملكم، يعني على عملكم احنا على عملنا بصوره خاصه بلي اثر بلي اثر ليش؟ لانه احنا اساس عملنا هو على التعامل بالدفع بالاجل، باعتبار احنا اذا ما نتاكد المريض انه تشافى، ما نتاكد المريض انه وصل الى نسبه شفاء عاليه، ما نتاكد المريض الى انه يعني اخذ العلاج المناسب، ما ندفع فلوس، لانه هاي فلوس احنا مؤتمنين عليها. لذلك احنا ندفع بالآجل، من صار عندنا تراكمات موازنة ما موجودة عندنا بدينا نطلب، زين احنا ما نقدر نأجل، لأنه احنا المريض مالتنا نسابق ويا الوقت لإنقاذ حياته، خصوصا اللي قسم الإخلاء والاستقدام نتعامل مع حالات القلب اللي هي تموت المريض، نتعامل مع حالات انحراف العمود الفقري اللي هي بعدين راح تسبب له عوق دائمي، نتعامل مع حالات زراعة النخاع وزراعة الكبد اللي هي تقريبا حياة المريض اللي عايشة عليها. تمام. فلذلك احنا يعني في سباق مع الوقت، لا نقدر احنا نوقف ولا نقدر نقول للمستشفيات انه توقفوا. واجهنا بالفعل، واجهنا مستشفى مع مشاكل مع بعض المستشفيات اللي قالت احنا ديوننا وصلت على اعلى سقف مسموح لكم، ما نقدر نعطيكم، زين. فاحنا كان لازم نشتغل بفك الضغط، والحمد لله انه اجى برنامج الاستقدام، وكذلك اكدت عليه انه المسؤولين في وزاره الصحه على راسهم سيد الوزير اللي كلش 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 يصر عليه، للامانه يعني يصر عليه ويدفع باتجاهه، لانه يحس هذا البرنامج من اهم برامج للتنميه، وكذلك انه ينطينا حريه بالعمل وحريه بالتعامل مع المرضى. المريض انا جوع عيني هنا، اقدر انه كل شيء اوفر له بالتليفون، احنا كل شيء ممكن ندير، نسخر كل امكانياتنا لخدمته، بينما انت برا نوعا ما عندك التقييد السفر ونظام الدولة ونظام المستشفى، كل هذا احنا لازم نخضع له. دكتور، اعلى اجر للعملية اللي دزيتوها بالاخلاء الطبي؟ وصلت اجور كلش عالية، وصلت حتى 80,000 دولار وصلنا للعمليات زراعة الكبد والنخاء لبعض المرضى، واكو بعض المرضى وصلوا ل 94,000 دولار وصلنا لهم العملية، لانه احنا قلنا العمود الفقري؟ لا، لعملية زراعة النخاء والكبد، خصوصا لو يصعدهم رفض، انت تضطر تكون تمشي ويا الرفض، لانه على مود الدافع عن العمليه الاولى. اها، اي لازم الدافع. رفض منين؟ لا، رفض من الجسم. التقبل، اي جسم يرفض العضو الجديد، فانت لازم تدافع عن العمليه الاولى، لان هذا المريض بعد صار امانه، صح. ودخل عبر مرحله جيده، فتبدي انه تدافع عنها فتره نقاهه وفتره يبقى يمكن 200 يوم برا العراق. تعرف هذا جهد، انه انت على مود الديره، وهذا كله مصاريف فلوس ومعاه مرافق مصاري، بس هي كلها تكون يعني مو بالعين، اذا كان انه انت هذا المريض يرجع العراق يمشي على رجليه وشوف انه يرجع بين اهله وتخله. حسب التقارير واصلت لك؟
حالات قصد بانه صار عندهم شفاء تام. طبعا موجوده حالات شفاء عندنا موجوده بالكبد وبالنخاع العظم، خصوصا جماعه اللوكيميا، جماعه الابلاستيك انيميا، يعني ذولا هواي استفادوا وشوفهم اليوم الان عايشين والحمد لله. لحد احنا قبل كم يوم كانت اكو فد امراه يمكن عمرها بال 75 سنه واشتغلنا هنا في مستشفى الوارث في كربلاء. وانا رح زرتها بنفسي والحمد لله، يعني حتى من شافت قالت انا ما كنت متوقع هذا بالعراق. مستشفى الوارث. مستشفى، قالت انا ما متوقع هالخدمه والعمل والعمل الجماعي بالعراق، لا ما احنا كل شيء هذا موجود بالعراق. فطلعت كانت بحيث احنا يعني راحت على قضيه انه اخرجت من المستشفى متحسنه، وضعها حتى وضعها الصحي ايضا كان احسن. ما شاء الله. هذا فضل رب العالمين طبعا. اليوم ما خليك ترتاح، سؤال ولا سؤال؟ انا جاهز، انا جاهز بالعكس، انا بخدمتكم اليوم. انا بخدمتكم. عفوا. الله يسلمكم دكتور. شكرا لحسن خلقك دكتور. الله يخليكم. بما انه تحدثت عن مستشفى وارث والعتبات. يقال طبعا انا سمعت امانه الحمد لله واشكر الله ما زاير عاني كمريض، لكن ان شاء الله هم ما تنسون تغطيه على هذا الحديث اللي اسمعه هو عن العتبات المقدسه الحسينيه والعباسيه في عمل المستشفيات في بالله. عمل الانسان. هل هناك تعاون ما بينكم وبين بين المستشفيات العتبات؟ هناك تعاون الاهليه ايضا طبعا. مثل ما تعرف يعني المستشفيات العتبات هي مؤسسات خدميه اكثر ما هي مؤسسات حكوميه. صح. عندها امكانيه، عندها بعض الامكانيات اللي ممكن تعمل بيها، وقدمت مشروع المستشفيات ودعم برنامج الصحي. يمكن البدايه ما كان انه كلش واضح، لكن بدا بمرور الزمن يتبلور بيناتنا، واليوم يعني من وصل معالي الوزير الى وزاره الصحه وعلاقته الطيبه بالعتبات، انفتح الموضوع اكثر بصوره اكثر او واضحه للناس، والناس هم للامانه هم ما مقصرين بالدعم والوقوف والاسناد وتقديم يعني التسهيلات الكثيره. يعني نطمح طبعا انه المستشفيات الاهليه كذلك هم تتكامل وتقدم فدواجهها مشرفه، واحنا بابنا مفتوح لهم، بابنا مفتوح لهم للتعامل وياهم لمساعدتهم للتكامل، لانه انت ماكو دوله تشتغل بس بالحكومه، لابد انه يكون اهلي حكومي ساند بالضبط، لازم يكون اكو فالتعاون مشترك بين الجهتين على مود انه نوصل لفد مرحله يعني خلينا نسميها مميزه. ليش انت اليوم اللي انت توقف عندك ضوابط حكوميه، عندك بعض المؤشرات الحكوميه انت مقيد بها، هم راح يكونون احرار منها. انت بعض الامور اللي هي تكون بيدك باعتبار ان وزاره الصحه هي تعتبر اكبر مرجع صحي بالبلد. تمام. فلذلك انت راح تكون مثل ما نسميه الاب. فلابد ان تكون انت القدوه لابنائك، وان تكون قدوه لابنائك لازم انت تحاول توصل لتكامل، تنطيهم الصور، تواكب التطور. تمام. على الاقل حتى تشتغل بيناتنا تناغم. بروتوكول. بالضبط، نشتغل بتناغم، لذلك احنا البروتوكولات الجايه والضوابط الجايه احنا مركزين لهم بصوره خاصه. طيب. عن الخارج، ليش؟ على مود نبين لهم انه اهميه وجودكم بالعراق، اهميه مشاركتكم ويانا بالبرنامج، لانه هذا البرنامج ما يتكامل الا بمعاونه كل الاطراف الموجوده. يعني حولتوا دكتور حالات مثلا كان فكره ان تروح تركيا او غير دوله، حولتوا حالات الى المستشفيات طبعا العتبات؟ طبعا طبعا. شلون كانت نجاحها؟ يعني جيده جدا، والدليل انه احنا اول البارحه انهينا المعسكر اللي كان بمستشفى الكفيل، والحمد لله ب 19 حاله مجرات ولا حاله وفاه عندنا. ما شاء الله. الحمد لله هذا هم. عندهم عمليه الاستخدام قويه. عندهم الاستخدام ايضا قوي، عندهم انه نوع من الاجهزه ايضا اللي مشتريها على اعلى مستوى، هم مشتغلين ببرنامج يعني خلينا نقول سباق، دي يحاولون انه يجارون الوزاره بيقدموا لها انه خدمات مميزه، وهذا طبعا لابد ان يكون مقدر، يعني لابد ان يكون مقدر من طرفنا، واحنا بالفعل انه يعني توجهات الوزاره مقدر هذا الجهد اللي دي يقومون به. جميل. بالنسبه دكتور اكو تعاون مع باقي الوزارات؟ يعني تعاون من ناحيه بلي. مثلا استقداء او اخلاء طبي؟ بلي. احنا هاي النقطه اللي قلتها انه واحد يذكر اللي قبله بالخير، بالفعل هو يعني على مجال الاخوه اللي قبل كانوا اللي استلموا القسم كان انه اكو مجال تعاون موجود، والان بدنا نحاول ننميه، كان مجال موجود انه بقضايا فحص الجرحى او مرضى الوزارات واعداد تقارير مخاطبه الوزارات مباشره، واحنا اليوم بدنا نحاول ننميه بشكل انه نفتح لهم الباب اكبر، بنحاول انه احنا اصلا
نساعدهم ببرامج إخلاءهم، احنا نساعدهم ببرامج استقدامهم ايضا، انه يريد يستخدم كادر انا مستعد بالكوادر اللي خلينا نسميها اللي مفحوصة عندي وداخل اللجان الاستشارية وداخل برامج التقييم الخاصة بوزارتي، فأنا هي المياء أقول لهم مثلا أنا هذا الكادر كان عندي اشتغل وانطى نتائج رائعة، فذا يفيدكم، فأنتوا أولى الناس به. فعدنا نوع من التعاون، صارت جلسات مع الأخوة بالهيئة الحشد الشعبي، صارت جلسات مع الأخوة بوزارة الدفاع، وكذلك صار تواصل مع الأخوة بوزارة الداخلية، لكن لسه يمكن ما جلسنا على طاولة واحدة، لكن الأخوة الباقين قعدنا وياهم على طاولة وصار فد اتفاق، وصار وإن شاء الله في طريق على إمضاء مذكرة تفاهم معهم، وأيضا أنه ترفع إلى يعني مع الوزير للمصادقة، وكذلك ترفع إلى دولة رئيس الوزراء باعتبار مكتب رئيس الوزراء أيضا عنده فد برنامج في مكتب رئيس الوزراء لعلاج الجرحى. نحاول انه هم نستفاد منه، نوظفه لخدمتنا، نوظفه لخدمه الناس طبعا، يعني مو خدمتنا الشخصيه، خدمه الناس نضيف الى، لانه ننطيهم فصوله، ننطيهم فكرتنا، الجهد الفني. ومثل ما قلت لك احنا وزاره الصحه احنا نعتبر انه المرجع الاعلى للصحه في العراق، تمام، فان شاء الله نشتغل عليه. جيد، عندكم رنج معين مثلا دكتور مثلا بالاخلاء سنويا؟ تقريبا في سنين كورونا قل هذا العدد، وصل الى 2000 بالسنة، 2000 اخلاء و 3000 استخدام بالسنة. ان شاء الله طموحنا احنا هالسنة يعني الهدف السنوي مالتنا نوصل الى 10000 او الى 12000 بين اخلاء واستخدام. طبعا الاستخدام نحاول اكثر لانه احنا ندعم الاستخدام، اي فنحاول نوصل لهالاعداد هذه لتغطية اكبر عدد. عفوا دكتور قاطعتك، فقط هناك مثل مستشفيات، مثل المفروض في اقرب المستشفيات التركية مثلا سوت عملية واخفقت، سوت عملية ثانية اخفقت، شنو الشيء القانوني اللي يلزم بحساب هذه المستشفيات؟ يعني قدمت لك خدمات على الورق شفتها جيدة، لكن اثناء العمل صار عندك اشكاليات في هذا المستشفى، شنو الامور القانونيه الملزمه؟ بالضبط، احنا عندنا شروط جزائيه طبعا من المستشفيات بالتعامل وياهم، عندنا تقييم طبعا على مدار السنه، احنا عندنا تقييم وياهم، تقييم نبلغهم به، تقييم ما نبلغهم به، لانه حتى احنا نعرف وين دا يوصلون. لكن مثلا لو فرضنا انه حاله اخفاق بها وكان تعمد من المستشفى، هنا راح يكون شرط جزائي المستشفى اصلا تعوض المريض وتدفع 50% من اجره العمليه المتفق عليها الوزاره. اذا كان انه اخذت الحاله المرضيه وهي غير مؤهله لاستقبال حاله مرضيه، فهنا ما راح تستوفي ولا ما تستوفي اجور اي حاله مرضيه هي مثل قالت انا اخذها وهي ما كانت مؤهله لاستقبالها. الخطوه الثالثه ايضا انه طبعا تعرف العمل الطبي به نسبه فشل موجوده، هاي عالميا موجوده. هنا راح نكون احنا بالتعامل مع قسم المسؤوليه الطبيه نقدر الحاله، اذا انه بها نسبه فشل وخارج ضوابطهم ندفع لهم نصف الاجور مثلا، فقط اجور المواد المستخدمه والمواد المستخدمه وبعض الكوادر اللي عندهم. ليش؟ احنا مو الهدف انه حتى نظلم الناس، لا، الهدف حتى انه يكونون جديين بالتعامل مع مرضانا. حتى من يقول انا اخذ هاي الحاله يكون هو مسؤول عن هذه الحاله. حتى يعرف ليش؟ لانه احنا مو في سباق. أنا يعني المريض العراقي عندي أنا يعني هو خلينا نسميه هو بالدرجة الأولى عندي، أعلى مستوى، احنا كنا الآن موجودين لخدمة المريض العراقي، فلذلك لابد هو يكون على قدر من المسؤولية والأهلية لخدمة هذا المريض العراقي. فمن يقول أنا آخذه لازم ياخذه على مستوى أنه فعلا يقدم له خدمة حقيقية، لا أنه فعلا يقصر وياه، وهذا بالعكس احنا ما مجبر أنا أشتغل ويا أي واحد، احنا الناس احنا اليوم اللي ندفع فلوس، فلذلك الكل لازم هو يكون يخضع لقوانيننا، يخضع لما احنا نطلبه منهم. احسنتم دكتور. خططكم المستقبلية دكتور احمد؟ صراحة خطط المستقبلية اولا هي انه تنمية المؤسسات العراقية، ثانيا اظهار الوجه المشرف المخفي بالمؤسسات العراقية، ثالثا هو نكون العراق، وهذا الاهم، العراق هو وجهة استخدام طبي واخلاء طبي لبعض الدول المجاوره، لانه احنا اليوم يمكن نقول من الدول في مقدمه الدول الغنيه الموجوده، تمام، ومن نستخدم هذا الكادر راح نستخدم هذا المرضى اللي يجونا انه يكون يخلون الى بلدنا، اولا راح نشوفهم احنا اكو موجوده امور هنا بلدنا قويه،
ثانيا عزز ثقة مواطنه، مواطنه من يشوف اليوم هنا الدول اللي تجي تتعالج هنا فيحس بقيمة هذه المؤسسة، بقيمة المؤسسات العراقية، يحس بقيمة التعب وجهد اللي يصرف المؤسسات العراقية. أنا ما أنكر اليوم عندنا خفاقات، ما أنكر أكو بعض المؤسسات الآن بتعيش في حالة من الفوضى والنقص، هذا موجود وبكل العالم موجود، بس لكن احنا لانه احنا بنروح العالم نتعامل على اعلى مستوى بالمؤسسات الموجوده، لذلك فهم مهم من يجون لازم يتعاملوا على اعلى مستوى. اكو هيك واكو هيك، وهذا الجهد طبعا ما يكون فقط من وزاره الصحه ولا من الحكومه ولا بس من المواطن، لازم يكون تعاون مشترك. الكل اليوم مسؤول، المريض مسؤول، المواطن مسؤول. انت اليوم المواطن من يدخل ويحافظ على المستشفى ويحافظ على ممتلكات المستشفى، هنا نقدم هو خدمه المستشفى إدامة مؤسسة الصحة. الممرض أو الكادر الطبي من يجي للمريض ويعامله بما يعامل مثل ما أنه يكون أحد من عائلته، هي هاي الخدمة الموجودة. فلذلك هو الجهد تكاملي، تكامل من الكل موجود، ولو مو قضية بس أنه مصرف وأدوية وفلوس، لا هو جهد خدمي، جهد خدمي طبي. الإنسان هو بالدرجة الأولى بالضبط، لازم الكل يتعاون يقدر هذا الموضوع. أنت اليوم أنت مثل من يجي يقول لك أنه أحد يقول لك مثل حالتك مثل أنا ما تستوجب، فثلاث أربع أطباء يقول لك حالتك ما مستوجب العلاج، فأنت من الصر على إجراء العملية، أولا أنت أخذت دور غيرك، ثانيا أنت عرضت نفسك إلى فد صدمة أو فد مشكلة أنت يجوز ما تحتاجه. ولا هي ترى احنا مو يعني الان الحمد لله الوقت متطور، بعد ماكو راح زمن فتاح فال وفلان صح قال وفلان قال لي وفلان سوى، والحالات المرضيه مو كلها مشابهه، حتى فلان طاب بالعمليه لازم انا اطيب بالعمليه، ممكن انت علاجك صحيح نفس الاعراض بس انت علاجه في حبايه وهذا علاجه بعمليه صح. فلذلك هو هذا الفكره انه من الشغل الطبي. لذلك احنا هناك كانت باوروبا عندهم في النظام يقول لك انه لا تخبط المعلومات العدويه جوجل، لانه جوجل يسولف لك شكل وانا عندي شكل، انا التجارب عندي وخبره موجوده. انتم كاستخدامه اخلاق طبي، هسه نقول الاخلاق هو الناس تبحث عن الاخلاق الطبي تمام ولا لا؟ صحيح، ما بي علاقات وواسطات، وهذا ابن الفقير ما يروح، هذا ابن الغني او العلاقات اللي عنده مع الاطباء مع رئيس القسم يمشي، وهذا لك ناس لا بيخدمشهم. يعني بفضل الله لحد الآن إحنا هذا الموضوع سادين الباب تماماً عنه. حتى سبب. الناس اللي تجينا بعلاقات، حتى الناس اللي تجينا بعلاقات، إحنا نفهم العلاقة مالتها أو الشخص اللي هذا، نفهمه برؤيتنا من الموضوع، ومن يفتهمه راح يحس إنه هذا القسم ده يشتغل بخدمة حقيقية، حتى الكل نكون منصفين إليه، الكل إنه يأخذ استحقاقه، وأساس عمل هذا القسم هو للناس المحتاجة الفقراء. ليش؟ لأنه هذا الناس المحتاج الفقراء هذا ما عنده إمكانيته ويحتاج العلاج، فلذلك إحنا يكون تركيزنا عليه. لكن هسه الإنسان الغني هذا من باب الإيثار عن نفسه، ولا هو بالكل هو مواطن عراقي طبعا، همتين من حقه، إيه هو همتين من حقه، هذا هو مواطن عراقي، لكن هو إحنا خنسميه بإيثار عن النفس. يعني أنت من تفهمه بهذا الموضوع، إحنا أنا ساعده بالشكل وهو يساعد بالشكل، وكان الله في عون المؤمن ما كان دائما ما كان المؤمن في عون أخي. فلذلك بهالنظرة هذه احنا فنعامل انه على اساس انه خلينا نكون واضحين، نكون شفافين مع الكل، احنا واضحين شفافين. ممكن مرات صراحتنا تجرح للامانه يعني تجرح، لكن وانا متاكد اللي نكون صريحين وياه ونوضح له الفكره، بعدين يروح البيت شويه يفكر فيها راح يستوعب لا صحيح انه هذا الموضوع كان فيه محل ان شاء الله. جيد، انا للامانه سالت هذا السؤال لان انا عندي اصلا اجابه جناب الدكتور احمد. انا عندي اخويا ابنه بيشل الرباعي اول ما نزل. بلي. فللأمانة هاي ثالث عملية الإخلاء الطبي يسويها إلى تركيا، وللأمانة يعني لا عدي ولا بسوي له واسطة ولا رايح له، وهاي صار يعني ثلاث عمليات صار يعني سنين صحيح. أربع سنوات تقريبا هاي الحالة عدة صحيح. هاي ابن سينا سوى العمليتين، هاي سادس عملية يسوى للطفل. فللأمانة للأمانة ما قدمنا واسطة ولا شيء، فالاخلاق مش طبيعي وللامانه يعني واحد الله فوقه. فلهذا السؤال سالته عليه عندي جوابه، فبارك الله بكم اذا مشى على هذا المنوال موجود. هذا انا قلت لك يعني اني والقبلي ويمكن القبل القبلي والقبله يعني ممكن يصير فتره بعض الضغوطات، لكن هو الامانه انا ما سمعت لحد الان انه من احد الاخوه اللي موجودين واستلموا هذا القسم جامل على حساب صحه مريض مستحق الاخلاء. دكتور خلي 10% جامل و90% للناس الفقراء من عمل الله. الحمد لله. الحمد لله دكتور. يعني احنا بما ان الوقت ده يمشي يعني بصراحه ما بقى لنا يمكن الا اقل اربع دقائق. دكتور كلمه اخيره. كلمه اخيره ولك ثلاث دقائق يعني. احنا بابنا مفتوح الى الجميع، اي جهه بالمؤسسه عراقيه مؤسسه خارج العراق موجوده، احنا بابنا مفتوح غير مغلق، نتعامل مع الكل بما يخدم المريض.
الى مرضانا احنا بابنا مفتوح، احنا نوصل لك، مريدك احنا تجينا، احنا واجبنا احنا نوصل لك حتى احنا نقدرك انت ايش قد مقدر ومهم داخل قسمنا. ان شاء الله في الخطوات الجايه احنا نوصل لكل المحافظات، نكون قريبين من كل البيوت، نطلب التعاون من الكل، لكن احنا راح نكون اصحاب المبادره. ابوابنا مفتوحه، اي جهه تفضل انه تحب تحتاج الاستقدام احنا مستعدين انه نوفر لها بكادر مقيم من قبلنا مميز انه يبيض وجهها ويبيض وجهنا قدامها. اي جهه تحب تشتغل في هذا البرنامج بما يخدم المريض العراقي بجهه غير ربحيه احنا ابوابنا مفتوحه. شو هذا سما يعني ست فتحت موضوع شيء جديد جناب الدكتور، تقول احنا اي جهه تريد استقدام كادر متكامل يروح يعمل معاها يعني شلون؟ انا اقصد يعني بالاخو بالوزارات الثانيه أيه لانه الدفاع والداخليه والحشد عندهم استقدام طبي يجيبون اطباء، فاحنا مستعدين نساعدهم ونقدم لهم كادر على اعلى مستوى، نقدم لهم اي وزاره اي وزاره بامكانها انه تدير هالمشروع، احنا يعني واي وزاره انه حتى لو تريد انه خاص لها اذا كان داخل الضوابط وداخل المسموح به فاحنا حاضرين نساعد به ان شاء الله، كذلك نساعد به، ننطي النصيحه، ننطي المشوره، ننطي يعني بكل ما نمتلك من خبره في خدمتهم، نخليه بهدف انه نعاونهم في خدمه مرضاهم وخدمه ال إذا كان موظفيهم موظفيهم، إذا كان مرضاهم مرضاهم، إذا كان خدمة مواطن عراقي فقير فإحنا مواطن عراقي الفقير اللي هو إحنا هدفنا الأساس خدمته. وهذا مستهدف. وتجمعنا إنه تجمعنا كل هذا لخدمته، لذلك إحنا أبوابنا مفتوحة وكذلك كنا أذان صاغية نسعى لتقديم النصيحة والمشورة لهم لغرض تنمية هذا البرنامج، لغرض بناء اللبنة الأساسية، ولا هو لا هو موضوع اللبنة الأساسية الأمانة موضوع، لكن خلينا نقول نتطور مادته نصعد به نكون واجهة به. اليوم إمكانياتنا موجودة، الدعم موجود، سيد معالي وزير الصحة داعم جدا للاستقدام، دولة رئيس الوزراء داعم للاستقدام، فإذن من بقى أعلى سلطتين هي مقيم تدعم الصحة بالبلد هن ذني داعمات للاستقدام، فلذلك احنا لازم نكون أيضا عون لهم، لازم نكون احنا من الناس اللي على قدر مسؤوليتهم واملهم بينا ان شاء الله. جميل. دكتور حتى قبل لا انهي يعني ما يجي لي سؤال بس استثمر وجودك دكتور. يعني انا مثلا محافظه ذيقار، محافظه البصره، وعندي حاله تحتاج الى اخلاء. اتواصل بغداد اجيب المريض الى بغداد، هاي عمليه متعبه يعني. كانت متعبه، اليوم احنا خاطبنا كل المحافظات انه تعين منسقين. لا يعني بهالايام اللي استلمنا بها. استلمنا بهالايام استلمنا بها خاطبنا جميع المحافظات دوائر الصحه عينونا منسقين ومساعد منسق انه في دائره صحتكم، هذا يكون تواصله ويا قسمنا مباشره معرب برقم تليفون وبريد الكتروني، فهذا ممكن انه المريض بعد ماكو داعي يجي لهنا يروح لهناك، وانا ممكن اشكل لجنه بالمحافظه لخدمه هذه المرضى واساعدهم واعد كل تقاريرهم اوليه حتى تكون جيت لبغداد فقط جايه مثمره لغرض القرار واستكمال الاجراءات الاداريه اللي منصوص عليه بالقانون العراقي، طبعا اللي ما اقدر انا اتجاوزه، هذا قانون عراقي يسرع الكل لازم. لكن يكون انه الجهد الاساسي ينجز في محافظته، يكون قريب على بيته. حتى هو من يجي تكون جيته مثمره، لا يحتاج انه مثل يكون صرف بغداد، واضافه لانه عندي في الطموح قريبا ان شاء الله بالتعاون مع دائره العمليات انه انا اصلا انه اساعدهم بقضيه انه اوصل له، انا اجيبه، دائره العمليات موجوده عندها اسعافاتها، عندها سياراتها الخاصه، ممكن هي تجيب لي اياها. على مود اقلل من كاهله، لانه انا ادري اللي يقدم على هذا البرنامج هو اللي محتاجه فعلا. احسنت، وعاجز اصلا عن الوصول. اي بالضبط، هو اللي يجي هو اللي محتاجه فعلا، هو اللي يريد يجي انه يستفاد منه، فلذلك انا لازم اوفر له الفائده على اعلى من مستوى من مستوياته ان شاء الله. احسنتم دكتور احمد، يعني انا سعيد جدا بهذا اللقاء اليوم، فعلا مثمر. اشكركم والملؤه تفاؤل. ان شاء الله. وان شاء الله اتمنى يكون ينغلق هذا القسم الاخلاء الى خارج العراق، بل نستخدم احنا ان شاء الله المرضى من كل الدول ان نستخدمها في العراق. أكيد. هذا منجز كبير اذا اصبح إن شاء فعلا الله. وان شاء الله يعني ما نحتاج ان نسفر اولادنا إن او عوائلنا، ومو انا قصدي بان اتصلت رئيس قسم اغلق القسم، دعواتنا بانه نستقبل احنا. بالضبط، احنا هدفنا نستقبل. نعم. وكذلك احنا قلت لك الهدف هم الاخلاء هم موجود، لانه بعض المكانات مثل جدواها الاقتصاديه هناك افضل. تمام. وخدمتها احسن. صح. فهو شوف افضل الدول الان ما غالقه يعني ما مست، لكن خلينا نقول النسب بشكل تناسق اللي هو في مصلحتنا ومصلحه مريضنا. احسنتم دكتور احمد الطبطبائي،
مدير قسم الإخلاء أو الاستقدام والإخلاء الطبي في وزارة الصحة. شكرا من القلب لك. شكرا لحضورك وعنا السفر وجدت بشكل مباشر من مدينة الإمام علي عليه السلام. شكرا جزيلا دكتور حازم، وكانت فعلا جلسة مثمرة. أنا شكرا يعني جدا ممتن منك لهذا اللقاء وهذا الوقت الطيب اللي قضيته وياكم. شرف المقابلة دكتور لكم، وشكرا جزيلا مرة أخرى. مشاهدين الكرام، في ختام الحلقة أتمنى أن كنا قدمنا شيء وافي ومعبر عن عمل هذا القسم، والقسم مثل ما تحدثت في بداية الحلقة من أهم أقسام وزارة الصحة هو قسم الاستقدام والإخلاء الطبي. مشاهدين الكرام، تقبلوا تحيات كادر البرنامج وتقبلوا تحياتي أنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحبي. في أمان الله وحفظه.